قصة فيها الكثير من الغرابة والغموض، حتى قيل إنها أسطورة من محض الخيال، لكن آثارها شاهدة على الأرض لتخبرنا أنه في حقبة غابرة من الزمن كان هناك مدينة أرستقراطية غنية تعد مرتعا للأغنياء والسياح لما تقدمه من حياة المتع كالخمور والدعارة، ما تعرف بمدينة الزنا الإيطالية، مدينة بومباي التي هلكت وتلاشت في لحظات. فما قصتها؟ عام 79 ميلادية في إيطاليا بالقرب من خليج نابولي على سفح جبل بركان فيزوف، كان لدى مدينة بومباي حضارة مزدهرة وميناء بحريا متطور، ومعظم سكانها أثرياء. شوارعها كانت مرصوفة بالحجارة، وكان فيها مسارح وأسواق أثارهم أظهرت تطورا بالفنون من خلال نقوش ورسومات على الجدران. لكن اكتشف الباحثون ما يثير الدهشة في بومباي، مجموعة كبيرة من المنحوتات الجدارية الفاضحة كشفت العديد من النشاطات الجنسية غير الطبيعية، كممارسة العلاقات الحميمية مع الحيوانات أو ممارستها مع أكثر من شخص، إضافة لانتشار العلاقات المثلية، بينما ظهر آخر يمارس العادة السرية. يقول الباحثون أن أهل بومباي كانوا يمارسون العلاقات الحميمية علانية حتى أمام الأطفال، وكانوا يستنكرون من يتستر، حتى اندثرت حين وقوع الكارثة. ثار بركان فيزوف ظهيرة 24 من أغسطس عام 79 ميلادية، محدثاً سحباً متصاعدة في السماء غطت الشمس وحولت النهار إلى ظلام دامس. قذف البركان نيراناً هائلة وأطناناً من الحمم تساقطت كالمطر على مدينة بومباي، واستمر ذلك حتى منتصف الليل، ودفنت المدينة تحت 75 قدم، وفجأة توقفت الحياة في مدينة الملذات. لأكثر من 1600 عام اندثرت المدينة، وعندما اكتشفت كان الحدث الغريب. أهل بومباي حافظوا على نفس هيئاتهم وأشكالهم التي كانوا عليها قبل انفجار البركان، وأغلبهم لم تظهر عليهم أي ردة فعل. الأرجح أنهم ماتوا بسرعة شديدة دون أي فرصة للتصرف. خبراء الآثار يفسرون الظاهرة بأن أهل مدينة بومباي أحيطوا بموجة حارة من الرماد الملتهب وصلت درجة حرارته إلى 500 درجة مئوية وبسرعة هائلة، لدرجة أن الغبار البركاني حل مكان الخلايا الحية الرطبة لجميع سكان المدينة. وهذا ما يفسر بقاء الجثث على هيئتها وقد تحجرت كما هي لتصبح من أغرب الظواهر في العالم. مدينة بومباي أصبحت مزاراً سياحياً مثيراً لاهتمام الكثيرين حول العالم، لكن بقيت بعض المناطق فيها محظورة على الأطفال بسبب الرسومات الإباحية على بعض المباني التي كانت تعرض المتعة لزبائنها. وتبقى بومباي شاهداً حقيقياً على حقبة غابرة من الزمن أظهرت درجة عالية من التحرر الجنسي الفاجر لم يسبق له مثيل.